السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزير دين. رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد في فورتنايت. تحدي اليوم راح نلعب بأسلحة الآلات فقط، آلة البيع هاي اللي بتبيع أسلحة، راح ناخذ منها الأسلحة فقط، مش راح ناخذ منها أي صناديق أو من الأرض. بدون مطول أكثر، لا تنسوا اللايك والاشتراك استمتعوا. لا يا النزلة يا النزلة الغبية، أوه يا النزلة، شفت النزلة؟ عاد آخذ أسلحة أجيب اللاما بس. طلعت واحد فيهم. ايش السلاح؟ سنايبر؟ اوه هل نو. والله شوف السنايبر تلفون. بديش افتح هاي، بدي اروح الثانية افتحها. لا مخصر ذهب. لا تقول سنايبر. والله ما شري. والله ما شري. يا جماعة ايش حظ بقنا؟ مشكلة خايف يكون في ناس. عائلتين ببيع سنايبر وآلة بتبيع فرود. موافق هاك، والله موافق هاك. اس ام جي، خليني اشوف كمان واحد بس. اوكي هون. اوه ليتس جو. تكفى 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 تكفى. لا لا والله ما تلحق يهيل كل هذا الهيل. لا 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 لا. شقيتني شق. يا اخي ليش هيك بتعملوني؟ والله مسكين انا. روح هذيك او تبين من هون، شو مبينه يا اخي؟ ليش هيك حظي انا؟ والله ليش اوكي معي شيل، استغفر الله العظيم. بعد ما حلفت الكلاب والله اشتري. اذا كان معي مصاري يعني، اذا كان معي ذهب بروح اجيب الفرد بمجال. يلا مجال لحد حوش، بدي افوز بالفرد بس الليله. صح، ليش دمجني هذا؟ جاي 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 جاي، يا رب ما يكون شافني. الو ايم، عفا الله. تعرفوش يمشوا بس ايم هم. لا معيش موارد، معيش موارد. نايس. ليتس جو. الكم. والله ما بعرف كيف قتلته. لا والله. ماشي ما بيعرف يمشي. ايه مو اعوذ بالله. ها؟ ليتس جو. انا اسف والله. حركة وسخة بس سامحني يعني، ما عادش غير فرد. الله يلعنه، الله يلعنه. وين حطيت اللانش انا؟ هذا نفسه اللي معفن. المعفن. حرام حرام، وني وني حرام يقتلني. ابلع. الله يقرفك. في كمان واحد جاي. لا لا لا، ما تخشش من كل اشي. حرام. 28 يا اخي، الله ياخذك من كلش. قاعد بخش يا زلمه. عندنا التحدي مليون مره. مشكله يعني فيش اسلحه، بيطلع لك سنايبر، فرد، بطيخ. اعطوني شوت جان، اعطوني ار، خذ اي ار عادي. هات هات، مش مشكله.
طول بالك طول بالك يا وحش. الو ليش ما هي ليه؟ طبعا طبعا اطلع اطلع من الجدار اطلع. اوكي صار طبية اللي هون نايس. شو الفرد يا اخي ليش هيك حظي؟ طلعوا لي مرة شتقن مرة واحدة بس. انا شري بدي اروح ادور على آلة ثانية. ليش اكثر من شتقن؟ بدي اروح اشوف الثانية. انا بدي العب بس شتقن بس اعطوني شتقن بدي العب بس شتقن عادي. اوكي هاي طبية خلاص هذا هات الاس ام جي. حسبي الله ونعم الوكيل. ناخذ كمان واحد شو رايكم؟ لانه الاسم جو بسرعه بخلص. خلينا ناخذ واحد ازرق اخضر. في لوت هون هاي تبعت سبايدر مان هاي. في ناس فايت. اوه دمجت واحد. شوف الهجوم. لا بنت له من غذائي معش موارد المشكلة أنا. نايس نوماتس. اوكي اوكي خليك 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 نعطينا ننش مع بعض. اخذ ابليسك ابعد عني بس خلينا نجمع موارد وارجع لك. شافني. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يا رب طلبنا. ليش بلعب على شرف العيلة؟ ايش فيه؟ حبيبي ابني ابني اطلع فوق. طبعا ما بلش موارد. ليتس جو. اوكي باقي ثلاثة. هذا تحسبوش لانه راح اطير راسه هسه. اوكي قاعد يقرب قاعد يقرب. اوه ماي جاد. اقسم بالله اني خنزير. والله اسف اسف. قلت لكم هذا تحسبوهاش لانه راح طير راسه. ما صدقتوا. اوكي يا عفو الله يا عفو الله الاس ام جي. يا حظه اقسم بالله محظوظ وقع البوش. القوم 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 القوم. كنا سامعين صوتك جيت على السركاد. ايش فيه؟ وينه؟ اوه ليتس جو. والله جي 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 جي. اخ والتحدي مش صعب ماشي. تحدي عادي بتاخذ اسلحه من اي ماكينه بتاخذ قد ما بدك اسلحه. بس مشكله ما في اسلحه. يا فرد يا سنايبر يا فرد يا سنايبر. تقريبا 5 جيام او 6 جيام فرد سنايبر فرد سنايبر.
على العموم هون نكون وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك ومع السلامة.